من 5 سنين انا يعني ما جيتش القاهره، بس لقيت في طفره جامده بالنسبه للمواصلات. كان الاول يعني يمكن من 5 سنين كنت بقف في زحام جامد مش عارف اركب، لكن دلوقتي لقيت فرق جامد. المواصلات متاحه في كل مكان، من مثلا الفقير خالص المعدم اللي ما يقدرش يركب مواصلات بيقدر يركب دلوقتي. في وسائل مواصلات مختلفه للفقير والغني، وكل المواصلات متاحه. دي تاني مره اركب هنا الاتوبيس هنا بتاع التجمع، بس بصراحه انبسطت جدا لما لقيت في حاجه بمستوى ده. بالنسبه برضو للتكييف، الجو برضو بقى حر يعني في الصيف، فبيبقى التكييف بقى كويس يعني في الموضوع ده، وفي نفس الوقت بيبقى فيه لوحة إرشادية بتعرفني أنا موجود، أنا نازل فين، المحطات المحطة اللي جاية إيه، لأن ممكن ما أكونش أعرف الطريق أصلا بالظبط يعني. صوت جديدة زي الفل، وبتخدم مناطق واسعة وشاسعة فعلا بأمانة. دي أمانة يعني بنقلها يعني، وخاصة حاجة زي دي مثلا تاخدني لحد بيتي في منتهى الراحة. كنت باخد 3 مواصلات عشان أجي هنا مثلا وأرجع تاني، لا النهاردة دي مواصلة واحدة من عند مكاني في البيت لحد هنا بتوصلني من عند هضبة الأهرام. أنا عن نفسي معايا عربية وركنتها، فاضطريت إن أنا أركب النهاردة، لأني بصراحة أتوبيس مكيف ممتاز، الطرق بدأت تتظبط، بقت حاجة جميلة جدا بصراحة. جميلة، أنا تاني مرة أركب الأتوبيس ده بصراحة جميل. أنا بسيب عربيتي وبركب الأتوبيس ده بكون رايح التجمع، أهلا. طريقه جميل جدا ومريح بصراحة، والسعر معقول بالنسبة للمسافة. كمنظومة جديدة وكراحة وكحاجة كويسة جدا جدا، وسعرها كويس جدا. الاتوبيسات دي أنقذتني يعتبر، يعني قبلها عالم ودلوقتي عالم تاني خالص. أحسن بكتير، الالتزام بالمواعيد، النظافة، التكييف، احترام الشخص اللي جوه والسواق، تعامل